لا ولا عملت معاكم ولا شيء. من اول من أول. شو بالدوره بيجوا البنات؟ ايوه امال ايه، عائله فنيه، احنا عائله فنيه. عمتهم فنانه كبيره ماجده زكي، الاب فنان كبير ونقيب الممثلين، الاولى خريجه معهد سينما ساعدت وامهم لا سيبك من امهم دلوقتي، ودي السنه الجايه ممثله جامده داخله هتدرس تمثيل ان شاء الله في دبي باذن الله. طيب كيف المشي على الريد كارت؟ حلوه ستريسفل قوي. شفتي ماما بتعاني قوي، كنت متوقعه. بتقولي ايه مامي انت حاسه بايه دلوقتي؟ طب التوتر فين؟ قلت لها انا ما ببقاش متوتره، انا ببقى مبسوطه طبعا.